بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دي المحاضرة رقم 2 في كورس اللغة الإنجليزية من بعد الصفر بشوية. المرة اللي فاتت اللي هو كانت يوم السبت اللي فات اتكلمنا مع بعض عن تكوين الجملة، خدنا إن الجملة بتبدأ بفاعل وبعدين فعل وبعدين مكملات، وخدنا مين الفاعل وإزاي وشكله إيه واسمه بالإنجليزي، وإزاي نترجم الصفة وإزاي نترجم المضاف والمضاف إليه، وخدنا أمثلة عملية. الكلام ده كان في الفيديو اللي فات. أنا هسجل دلوقتي برضو نفس اليوم، هسجل الفيديو الثاني اللي حضرتك هتسمعه النهارده اللي هو يوم الاثنين. اتمنى قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتكتب تحت في الكومنتس وعرف زمالك على القناه. الفيديو اللي فات يا شباب اتكلمنا على الاسماء، وانا كتبت شويه اسئله كده نراجع بيها سريعا المحتوى اللي خدناه الحصه اللي فاتت بشكل سريع. اول جمله معايا بيقول لي سامي، الجمله دي فيها كذا حاجه عايزين نعرفها. اولا انا بقول لك سامي از نوت نوتي بوي، هي نيفر كام تو سكول. عايزك الاول معايا كده كلمه از دي نوعها ايه يا ترى؟ هي اسم ولا فعل ولا ظرف ولا ضمير ولا ايه؟ اكيد هي فعل. طب نوع الفعل ده ايه يا مستر؟ ده نوع هيلبنج فيرب، فعل مساعد. طب انت ليه قلت عليه هيلبنج فيرب يا مستر؟ لان انت المره اللي فاتت قلت لي الافعال المساعده هم اربعه، الفيرب تو بي ودو وهاف والافعال الناقصه، والاس دي تبع الفيرب تو بي. طيب النقطه اللي انا شايفها قدامك دي ناقصه كلمه، في هنا حاجه لو تتحط هنا. انت عارف يعني ايه نوتي بوي؟ يعني ولد مشاغب. لما نيجي نترجمها دي فنقول نوتي بوي. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت، انا بفكرك لما يكون قدامك صفه زائد اسم، الاسم ده هو مفرد ويعد، فحضرتك مطالب انك تستخدم ا وان هنا. حلو، فانت هنا المفروض تقول لي ا نوتي بوي. طب احنا دايما هنضيف ا وان يا مستر؟ لا، انت اكيد فاكر من المحاضره اللي فاتت ان لو كان الاسم جمع او اسم لا يعد ما بنستخدمش حاجه خالص. زي مين بقى؟ زي مثلا تيستي فود اللي هو طعام لذيذ، ما ينفعش نقول ا تيستي لان كلمه فود لا تعد. طيب مثلا جود نيوز يعني اخبار جيده، هنا هنقول اه ولا ان؟ لا، ما هنفعش لا ولا ان. ليه؟ لان كلمه نيوز اسم مفرد لا يعد. في ملحوظه هنا جت في بالي هبقى اقولها لك ان شاء الله لما نيجي نفصل يعني، بس هقولها لك بسرعه كده. هو انت هنا قلت لي نوتي بوي، في دي قلت لي نوتي بوي. حلو، انت خدت الا دي على النوتي ولا على بوي؟ لا، على نوتي حضرتك. لما تيجي مثلا تقول لي انتليجنت مان، المان تاخد ا وانتليجنت تاخد ان، بس انا لو عايز احط هنا واحده هنستخدم ا ولا ان؟ ركز، بص انت بتحدد هنستخدم اصلا ا ولا ان ولا لا من خلال الاسم. طيب هناخد ا ولا ان تحديدا من الصفه؟ تاني كده، تاني انا قدامي مثلا كلمه زي كلمه تيستي فود، يا ترى هنفكر اصلا ناخد ا ولا ان؟ بنفكر نسال مين؟ فود. يا ترى يا فود انت معدوده او مش معدوده ولا كده؟ فود اسم لا يعد فما ينفعش ناخد ا ولا ان. يبقى انت بتحدد اصلا احنا هنستخدم ا ولا ان اصلا ولا لا لما يكون الاسم ده قدامك بتساله. طيب جينا عند انتليجنت مان، يا مان ينفع ناخد ا وان معاك؟ اه ينفع، لان انا اسم معدود وانا مفرد. طيب هناخد ا ولا ان؟ انت سالت دي ناخد ا ولا ان؟ لا، نسال انتليجنت، فعشان كده بقول ان انتليجنت بوي. يعني مان الاسم بيحدد لك اصلا هتستخدم ولا لا. طب الصفه بتحدد لك تاخد مين في الاثنين. حلو، طيب دي ملحوظه حبيت اقولها كده لحد ما نوصل للتفصيل بتاعها. تيجي نكمل مع بعض بقى. يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ ان انتليجنت انوتي بوي هي نيفر كام. كلمه كام دي غلط يا شباب. ليه؟ انت بتقول هو لا ياتي. والله اذا كان الفاعل هي وشي وات واسم مفرد فنضيف للفعل اس، يبقى دي كده سؤال مركب شويه. طيب ايجيبت از لونشينج ا نيو بروجكت، وات بارت اوف سبيتش از ذا اندرلايند وورد. كلمه از لوحدها كده نوعها ايه يا ترى؟ نوعها ايه من اجزاء الكلام؟ يعني هي فاعل ولا فعل ولا مفعول؟ لا طبعا دي فعل. طب يا ترى هي فعل مساعد ولا فعل اساسي؟ انت عارف ان الفيرب تو بي تبع الافعال المساعده، يبقى هنا از دي عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن هيلبنج فيرب. وهتسالني سؤال وده حته بقى مهمه جدا. بص يا حبيبي، مش كل فيرب تو بي او فيرب تو هاف او فيرب تو دو تقابلك هي فعل مساعد. قاعده كده حطها حلق في ودانك، مش كل ما يقابلك فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف هتقول هي دي فعل مساعد وتكلبش فيها. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا. لما تقولي اي ام ريدنج، اي ام ريدنج ا بوك، وجمله ثانيه اي ام هيثم مثلا. الجمله الاولانيه دي هي ام فعل مساعد للفعل الاصلي اللي هو ريدنج، فدي كده هنا عباره عن هيلبنج فيرب. طب لو احنا هنا في الجمله الثانيه اي ام هيثم، في هنا فعل تاني غير ام واز ار؟ لا، يبقى ده كده مين فيرب. جمله تانية، لما نقول مثلا شي هاز كم ايرلي، يعني هي جاءت مبكره. هاف وهاز هنا فعل مساعد،
طب اللي عرفك؟ عشان بعده فعل تاني، فدي مساعدة لكلمة كم. لكن لما تقول لي شي هاز اكور، هاز هنا كده عبارة عن فعل أساسي، فأنا عايزك تفهم إن مش كل ما يقابلك هاف وهاز وآم وإز وآر تمسكهم وتقول لي فعل مساعد، لا أكبر. عايزك تعرف إن ممكن الفيرب تو دو والفيرب تو هاف والفيرب تو بي ممكن يجوا أفعال أساسية في الجملة. يعني مثلا في جملة زي دي I don't sleep، والله don't هنا فعل مساعد، لكن لما تقول لي I do my homework أنا بعمل واجبي، يبقى كلمة do هنا فعل أساسي. طب وانت قلت لي الفعل الاساسي هو اللي بيحمل معنى الجمله صح؟ انت لما تقول لي اي ام ريدنج ينفع اقول لك انا اكون اقرا؟ لا، يبقى ده فعل مساعد. طب اي ام هيثم يعني انا اكون هيثم ترجمناه فهو فعل اساسي. يبقى باختصار الحته اللي هنا دي عايزك تطلع منها بالاتي، ان ممكن الفيرب تو دو والفيرب تو هاف والفيرب تو بي ممكن يكونوا فعل اساسي وممكن يكونوا فعل مساعد. طيب نعرف ان هم فعل مساعد ازاي؟ هم فعل مساعد لو بعدهم فعل تاني، لو هم لوحدهم في الجمله فدي ناس فعل اساسي، هنحتاج دي دلوقتي واحنا بنتكلم. حلو، نكمل موضوعنا في الجمل الريفيجن بتاعت الفيديو اللي فات. طيب ماي نيو كار از فيري اكسبنسيف، السبجكت هنا ايه بقى؟ بقول لك ماي نيو كار از فيري اكسبنسيف، سيارتي تكون او سيارتي الجديده تكون غاليه. مين الفاعل؟ ماي ولا ماي نيو ولا كار لوحديها ولا ماي نيو كار ولا نيو كار؟ لو انت فاكر المره اللي فاتت وانا بقول لك انواع الفاعل، اخر حاجه قلتها لك ممكن الفاعل يكون اكتر من كلمه. على سبيل المثال لما تقولي الرجل الطويل صاحب الشعر الأسود أخذ كتابي، من اللي خد كتابك؟ الخمس كلمات دول، الرجل الطويل صاحب الشعر الأسود، دول فاعل. هنا بقى أنت بتقولي في الجملة my new car سيارة الجديدة is، يبقى ده فاعل وبعدين is دي الفعل. حلو كده. طيب مين الفاعل بقى في الاختيارات هنا؟ my new car على بعضها. طب لو سألتك هو is هنا فعل مساعد ولا أساسي؟ اكيد يا مستر فيرب تو بي بفعل مساعد. لا يا فندم اهدى، هو هنا الفعل از دي بعدها فعل؟ لا، يبقى دي كده فعل اساسي، وركز في الكلام ده كله 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 كله. طيب ده معناها يا شباب ان كان في حاجه احنا اخطانا فيها في الاول، مين يعرفها؟ اكيد ما حدش عرفها لحد دلوقتي. بصوا هنا كده احنا قلنا سامي از ا نوتي بوي، هو هنا از يا مستر معاها فعل؟ لا، يبقى ديت مش هيلبنج فيرب، يبقى دي مين فيرب. حلو، بأمانة اللي أدرك الخطأ ده من الأول يكتب تحت في الكومنتس بأمانة. طيب نرجع نكمل بعد كده. Correct the following، صح الجمل دي، كل جملة من دول فيها مصايب سودة. Science important، العلوم أو العلم مهم حيث أنه يساعدنا نعيش حياة جيدة. ما هي جملة حلوة اهي. طب ماشي، ما دامها حلوة تعالى نمسكها نحللها. أي جملة تبدأ بمين؟ بالفاعل، وبعد الفاعل فاعل. مين الفعل هنا؟ مفيش فعل، يبقى حضرتك ناقص لك هنا إز. هتقول science is important، دي كده جملة. طب الجملة التانية my mom is a teacher she core is black، my mom يعني أمي، is يعني تكون، يبقى ده فاعل، ده فعل معلمة، she يعني هي سيارة، إيه هي سيارة دي؟ ينفع أقول لك أمي معلمة هي سيارة سوداء؟ لا، ده عايز يقول لي سيارتها سوداء. كلمة سيارتها دي السيارة بتاعتها هي، فأنا عايز صفة ملكية وبعدين الاسم. طيب صفة الملكية اللي بتيجي مع شي هير، يبقى انت هنا هتقول لي هير كار. موضوع الضمائر ده جاي قدام بس انا حابب افرش لك دماغ. طيب famous people want to helping us، الناس المشاهير يريدون ان يساعدوننا، المفروض احنا متفقين ان دو دايما بعدها الفعل في المصدر، يبقى want to help us. دي كده كانت اطلاله سريعه على المحاضره اللي فاتت والحاجات اللي كانت فيها. اكيد انت اخطات وده طبيعي، ما تقلقش، اعمل سكرين شوت يلا عشان امسح السبوره. تمام، النهارده بقى موضوعنا في حاجه مهمه للغايه. ايه هي الحاجه المهمه دي يا مستر؟ هنتكلم مع بعض عن النفي، وهناخد النفي ده بمنظور يعني مختلف شويه. النهارده هنتكلم، المفروض نتكلم عن النفي وتكوين السؤال، بس عشان نبقى واضحين وصادقين كده، لو النفي خد وقت كبير فهنسيب تكوين السؤال لمحاضره ثانيه، لان عايزك تاخد الحاجات دي بدقه وبالراحه وعلى مهلك وما تستعجلش. اول حاجه عايزك تعرفها حضرتك معايا في موضوع النفي ده، انك انت لو الجمله مكتوبه عربي وانت عايز تنفيها هتختلف عن لما تكون انجليزي وعايز تنفيها، الموضوع هيلخبط معاك. بمعنى ركز معايا، عايزك تفهم ان اي زمن له فعل مساعد، اي زمن في الدنيا ليه فعل مساعد، ده رقم واحد. المضارع البسيط ليه فعل مساعد، دو داز. طب الماضي البسيط فعل مساعد اللي هو ديد، هناخد الكلام ده لما نيجي للازمنه ولكن مش وقته، خلينا بس الملحوظه بالعربي كده حطها في ذهنك، ان اي زمن له فعل مساعد. رقم اثنين، ان الفعل المساعد في الانجليزي هم الاربع فئات زي ما اتفقنا، اللي هم الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف
والافعال الناقصه. ده رقم اتنين، المبادئ العربي دي ركز فيها كويس. طيب افرض يا مستر انا قدامي جمله مكتوبه بالانجليزي وانا عايز انفيها، زي على سبيل المثال سامي از ماي نيبر. سامي ده جاري. بص ركز معايا، لو انا عايز انفي جمله يا مستر مكتوبه بالانجليزي، لو عايز انفي جمله مكتوبه اصلا بالانجليزي، فرقم واحد حدد الفعل المساعد. طب احدده ازاي؟ شوف لو موجود في الجمله ولا لو مش موجود. هنحدد نشوف لو موجود في الجمله يبقى نجيب الفعل المساعد ونجيب بعده كلمه نط وشكرا على كده. طب لو مش موجود في الجمله، فهنا بقى نشوف الجمله ان كانت زمانها مضارع ولا ماضي. لو مضارع فناخد دو ونخليها دونت، ولو او دازن طبعا، ولو ماضي بنستخدم ديدنت. ركز معايا الكلام النظري ده مش مفيد، المفيد العمل. انا قدامي في الجمله هنا سامي از ماي نيبر، لو عايز تجيب فعل مساعد في الجمله المكتوبه بالانجليزي دي حدد الفعل المساعد. في هنا فعل مساعد، انت قلت لي حدده ازاي؟ لو موجود يعني فعل مساعد يعني في حد من دول هنا. ما از. طيب الاز دي ننفيها ازاي؟ هتروح انت قايل سامي از نوت ماي نيبر، سامي از نوت ماي نيبر، تمام كده؟ فهتقول بقى سامي از نوت وود كام. طيب افرض الجمله ما فيهاش فعل مساعد، يعني زي مين ما فيهاش فعل مساعد؟ لما نيجي مثلا نقول سامي ستاديز مثلا هارد، سامي بيذاكر باجتهاد. الجمله اللي قدامي دي عايز انفيها، هسال نفسي هو في فعل مساعد هنا؟ يعني ايه في فعل مساعد؟ يعني في حد في الجمله دي من الناس الاربعه دول هنا في الجمله دي؟ لا مفيش. طب له لو مش موجود بنحدد زمانها، كانت مضارعه ولا ماضي؟ ستادي يعني يذاكر او يدرس، يبقى ده زمانها مضارع. طيب وانت لاحظ بالك ان هو اخره اس، يبقى انت هتستخدم كلمه دازن. ما هو لو مضارع في المصدر ناخد دون، لو مضارع اخره اس ناخد دازن. يبقى انت هتنفي، هتقول لي بقى سامي دازنت ستادي هارد. انتبه للملحوظه دي، انك انت بعد دونت او دازنت او ديدنت لازم ناخد الفعل في المصدر دايما، لازم بعد دونت دازنت ديدنت لازم المصدر دايما. طب كمان مثال، لما نيجي في جمله ثانيه نقول مثلا ايجيبت مصر امبورتس كارز، مصر تستورد السيارات. تعال ننفي كده، النفي يعني ايه؟ يعني طلع الفعل مساعد. في فعل مساعد؟ لا. طب عرفت منين ان مفيش فعل مساعد هنا؟ لان مفيش حد من دول في الجمله. طب نعمل ايه؟ ما هو لو مش موجود فعل مساعد هنشوفها مضارع ولا ماضي الاول. والله imports يعني تستورد مضارع، اخرها اس، يبقى ناخد don't ولا doesn't؟ لا doesn't يا مستر. فانت هتقول Egypt doesn't import cotton او cars، وتكمل الجمله. طب افرض جمله زي دي مثلا my friends يعني اصدقائي stay at مش عارف هوتيل ايه كده. هنا في الجمله دي stay يعني يقيم او يبقى، الفعل ده مضارع في المصدر مش اخره اس، يبقى ناخد don't فنقول my friends don't want come. يبقى انا عايزك تفهم النفي سريعا كده ان اي زمن له فعل مساعد. الفعل المساعد ده هو الاداه اللي انا بستخدمها في النفي، بجيب الفعل المساعد زائد كلمه not. لو الجمله فيها فعل مساعد فاحنا بننفي بيه، طب لو ما فيهاش فعل مساعد فاحنا بنجيب فعل مساعد لزمن الجمله. في جمل ممكن تلخبطك، زي مين مثلا؟ زي الجمله اللي هكتبها لك دلوقتي دي. عمرو has a مثلا big bike على سبيل المثال، يعني عمرو has a big bike، عمرو عنده دراجه كبيره. وجمله ثانيه عمرو has got a big bike. الجملتين دول has و has got الاثنين معناهم يمتلك او عنده. عايزين ننفي الجمله دي، كلمه has فعل اساسي ولا مساعد؟ عمرو يمتلك، يبقى الكلمه دي كده فعل اساسي لان ما فيش غيره. طب لما نيجي ننفي الفعل الاساسي اللي هو ده، انت هتقول لي بقى عمرو والله الفعل اساسي فانا عايز فعل مساعد منه، الفعل ده اخره اس، يبقى ناخد doesn't. وبعدين المصدر من كلمه has اللي هو have a big bike. وفي هنا سؤال وملحوظه دايما الناس بتقع فيها، مش عمرو ده مفرد؟ المفروض ناخد هاز، بس احنا اتفقنا ان بعد دونت ودازنت وديدنت لازم الفعل يكون في المصدر. طب الجمله الثانيه عمرو هاز جوت ا بيج بايك، عايزين ننفي؟ هقول لك والله هاز جوت يبقى انا عندي فعل مساعد وفعل اساسي، فلما احب انفي هقول هازنت جوت. حلو؟ حلو.
حته اوعى تلخبطك، لو الفعل الاساسي في الجمله هو الفيرب تو بي فاحنا بننفي بيه عادي، بنقول بي وبعدين نط. طب لو الفعل الاساسي في الجمله هو الفيرب تو دو فاحنا لازم نجيب له مساعد. طب لو الفعل المساعد الاساسي هو هاف لازم نجيب له مساعد. مش فاهم حاجه، بص معايا اكتب لك على السبوره احسن. انا في الجمله دي هسيب الجمله الاولانيه بس، هي دي عمرو هاز ا بيج بايك، دي جمله. اماني از تول، الثالثه شي داز هير هوم ورك. ركز في دي كده معلش معايا ثانيه بس صغيره كده. الجمله الاولانيه دي ما فيهاش فعل فعل مساعد، فيها الفعل الاساسي اللي هو الفيرب تو هاف، عمرو هاز ا بيج كار، هنا دي فعل اساسي. طب از تول ده فعل اساسي برضه، شي داز هي تفعل يبقى ده فعل برضه اساسي. يا مستر مش انت لسه قايل لي ان الافعال المساعده دو بي وهاف، ادي هاف وادي بي وادي دو، انت ازاي بتقول اساسي؟ ما انا قلت لك هو اسمه فعل، اسمه فعل مساعد لما يكون بعده فاعل، واسمه فعل اساسي لو الوحيد في الجمله ما فيش غيره. في مع هاز فعل؟ لا. يعني لما تقول لي هاز سين دي كده فعل اساسي، كده فعل مساعد. طب هاز بلايد كده برضه فعل مساعد. طب هاز لوحديها فعل اساسي. طيب لما نيجي مثلا نقول از رانينج كده فعل مساعد والفعل الاساسي بعد. طب از لوحديها زي دي يبقى فعل اساسي. اركز بقى في المعلومه اللي قلت دي، لو الجمله اللي قدامك فيها الفيرب تو هاف والفيرب تو دو هما الفعل الاساسي في الجمله لازم نجيب لهم فعل مساعد. يعني هتبقى هنا عمرو، والله هاز دي مضارع واخرها اس، يبقى هنقول doesn't ونكمل هاف ونكمل. طب في دي شي داز هير هوم ورك، يبقى هنقول شي الفعل الاساسي هي كلمه داز اخرها اس، لما نحب ننفي هنجيب doesn't وبعدين المصدر من دي اللي هو دو ونكمل. طب لما نيجي عند اماني از، انت عند الفيرب تو بي بننفي عادي جدا، نقول اماني isn't tall. مثال تاني، مثال تاني سريعا كده، لما نيجي مثلا في الجمله نقول علي از او زي ار sad، صغيره الجمله كده، وزي هاف تي، وزي دو ا بروجكت، يعني هم بيعملوا مشروع. تعال نركز كده، وكمان واحده زي هاف ليفت. تعالى نمشي من تحت واحنا ماشيين، والله زي هاف ليفت، هو هاف هنا اساسي ولا مساعد؟ والله هسال نفسي هي لوحديها ولا بعدها فعل؟ هاف ليفت يبقى بعدها فعل، فلما احب انفي هقول هافنت والتصريف الثالث زي ما هو ليفت. طب هنا زي دو ا بروجكت، هو دو هنا مساعد ولا اساسي؟ لا اساسي. طب ليه؟ عشان ما فيش معاه فعل ثاني. طب لما احب انفي دو وهي جايه كفعل اساسي بنجيب لها فعل مساعد من بره، زي بناخد معاها دونت والمصدر من دو اللي هي دو، يبقى زي دونت دو ا بروجكت. طيب عندي هنا هاف اساسي ولا مساعد؟ لا هنا اساسي. عرفت منين؟ ما هو لو كانت مساعد زي دي كنا هنجيب بعدها فعل، لكن هي جايه لوحديها فهي فعل اساسي، ولما نحب ننفيها فهنقول زي، والله هاف دي فعل مضارع من غير اس، يبقى نقول دونت ونقول دونت هاف ونكمل. طب زي ار الوحيده المحترمه فيهم الفيرب تو بي، هي فعل اساسي بنقول فيها ارنت. طب لو هي فعل مساعد برضو ارنت، يعني لما نقول زي ار ساد هنقول ارنت. طب لما نقول زي ار ايتنج هنقول برضو ارنت. يبقى عايز تفهم دي كده، واتمنى ما تكونش صعب. تاني كده، لو قدامك في الجمله الفيرب تو بي سواء فعل مساعد او اساسي نفيه الفيرب تو بي زائد نوت. طب لو انت قدامك الفيرب تو هاف كفعل لمساعد نفيه هافنت، طب كفعل لاساسي نفيه دونت ودزنت. الفيرب تو دو لو فعل مساعد نفيه دونت، طب لو اساسي لازم نجيب فعل مساعد الاول دونت او دزنت او ديدنت ونكمل. طيب دي كده ملحوظه مهمه عايز اقول لك عليها. الملحوظه بقى الثانيه اللي هي ارخم شويه، انا ممكن يكون الجمله قدامي يا مستر فاعرف اعملها، يعني مثلا على سبيل المثال عشان اربط الكلام ببعضه كده هقول لك جمله واحده، معلش استحملني. هقول لك جمله واحده سريعه كده وبعدين ندخل على الموضوع الثاني على طول، معلش اخر حاجه. لما نيجي في جمله مثلا نقول لي ايه؟ زي بيلت ان يو سكول مثلا. هم بنوا مدرسه جديده، انا عايز انفي الجمله دي. هسال نفسي في فعل مساعد؟ لا مفيش فعل مساعد. طب بيلت زمانها ايه؟ زمانها ماضي، والماضي باخد له فعل مساعد ديد. يبقى انا لما انفي هقول زي واجيب الفعل المساعد واضيف له نوت،
ونجيب بعدها الفعل في المصدر اللي هو بيلد، يبقى زيد دنت بيلد ا نيو سكول. طيب مش دي القضيه يا مستر، امال في القضيه يا عم؟ القضيه حضرتك ان لما يجي في الجمله يقول لي هم لن يغادروا، هم لا يغادرون، وهم لم يغادروا. يخرب بيته، لن ولا ولم، هم ليسوا سعداء. بالصلاه على النبي كده الاربعه دول نفي، بس انا في الانجليزي ما اعرفهمش يعني ايه. اسمع مني كلمتين دول كده، كلمه لا دي نفي المضارع، يعني هي عباره عن دو او داز، يعني دونت في النفي ودازنت في النفي. طب كلمه لن دي نفي المستقبل، يعني هي عباره عن كلمه وونت. طب كلمه لم دي نفي الماضي، فهي عباره عن كلمه didn't. كلمه ليس دي نفي الفيرب تو بي، يعني هي عباره عن ام نوت او از نوت او ار نوت. من الاخر، طب ما انا عايز اطبق الكلام ده عملي، لان الكلام النظري ده ملوش اي ستين لازمه. انت هنا قلت لي هم لن يغادروا، هن لن يغادروا، انا عندي كلمه لن اللي هي كلمه وونت، فتبقى الجمله زي وونت ليف. حلو. طب هو انت ليه قلت لي لن يعني وونت؟ ليه؟ ايه اللي خلاك تعرف؟ ما هو انا يا عم لما اقول لك هم لن يغادروا يعني سوف لا يغادرون، هي دي. انا اقول لك لن اكل معك يعني سوف لا اكل معك. طيب هم لا يغادرون، احنا قلنا ان كلمه لا نفي المضارع، يعني دونت ودازنت. هم يعني ايه؟ يعني زي. تاخد معاها دونت ولا دازنت؟ لا زي دي جمع، فناخد معاها دونت، فنقول زي دونت يغادر يعني ليف. حلو. اللي بعدها هم لم يغادروا، والله لم نفي الماضي فهي عباره عن didn't، يبقى احنا هنقول زي didn't يغادر يعني ليف. طيب هم ليسوا سعداء، هم ليسوا سعداء، والله كلمه ليس يعني ام واز ار بس منفيين، وهم يعني زي. زي دي بتاخد مين؟ ار، فاحنا هنقول زي ار نوت، وسعداء يعني هابز. صح؟ لا مش صح، اوعى تقول هابز. الصفه في اللغه الانجليزيه لا تجمع، حزين يعني ساد، وحزناء يعني ساد برضه، طويل يعني طول، وطوال يعني طول برضه. احنا كده غطينا النفي ان شاء الله رب العالمين بشكل كامل شامل. هعمل على الجمله على الصباره شويه جمل تصحيح ونرجع مع بعض نحلهم. لو انت عايز تعمل سكرين شوت اضرب سكرين شوت سريعا كده، ولو ما ضربتش سكرين شوت اضرب لايك للفيديو، ومعلش حاول تعمل شير وتكتب كومنت واشترك في القناه، يعني حاول تدعمها. هكتب جمل على السبوره وعايزك تطلع معايا الخطا اللي فيها. تمام كده؟ الجمله الاولانيه منى، منى دونت هاف تي. الثانيه اي هافنت ا كات. الثالثه زي زي دونت ايتس ميت. الرابعه هي وونت ليف يستر داي. دي واحده، ترجم معايا لن تصدر مصر القطن الى السودان، مصر لم تدعم الارهاب يوما ما. اللي بعدها نحن لا نحب العنف. الحياة ليست سهلة، زي ما احنا متعودين يا شباب في كل فيديو بنعمله بنطبق على اللي احنا خدناه. تعالى في اول واحدة، منى دونت هاف تي، طبعا فاين ذا ميستيك، يعني طلع خطأ الجملة دي. والله منى اسم مفرد يا مستر، فالمفروض ما نقولش دونت، المفروض نقول دازنت، عشان هي وشي وات والاسم المفرد ناخد دازنت. طب اي هافنت ا كار، والله كلمة هاف ده انا محتار فيها. انا عارف ان كلمة هاف دي ممكن تبقى فعل اساسي، فالنفي بتاعها عبارة عن دونت او دازنت والفعل في المصدر. ممكن تبقى فعل مساعد، فالنفي بتاعها هو زي ما هو هاف ونلزق لها هافنت. طب امتى تبقى فعل مساعد؟ لو جه بعدها فعل. انا عارف كده، انا قدامي هاف مش عارفها مساعد ولا اساسي، هسالك في بعدها فعل؟ في هنا كلمه فعل؟ لا، يبقى دي فعل اساسي وده نفي غلط، فالمفروض نقول اي دونت هاف ا كات. طيب لما تقول لي اي هافنت ميت منى، الجمله كده صح ولا غلط؟ والله هقول لك هاف بعدها فعل، يبقى دي فعل مساعد من فيها، يبقى انت كده صح. طب زي دونت ايتس ميت، لا ده غلط، دونت لازم بعدها الفعل يكون في المصدر دايما. طب وي وونت ليف يسترداي،
سوف لا نغادر بالامس، لا بالامس دي حضرتك ما بيجيش معاها وونت، بالامس دي ماضي، ونفي الماضي باستخدام كلمه ديدنت. طيب لن تصدر مصر القطن الى السودان، الجمله بدات بكلمه لن، يعني المفروض نقول هنا وونت صح؟ هقول لك يا خايب، لو انت فاكر اول محاضره عملناها قلنا لازم نبدا الجمله بالفاعل، مين الفاعل؟ مين اللي مش هيصدر؟ مصر. يبقى احنا نبدا الجمله بمين؟ بايجيبت. سوف لا تصدر يبقى وونت، يصدر يعني اكسبورت، هتصدر مين؟ القطن اللي هو القطن الى تو السودان اللي هي اسمها ذا سودان. عايز تاخد بالك ان مفيش اي دول، مش اي دوله من الدول بتاخد ذا الا ذا سودان، ذا كونغو، وذا يمن، وهنشرح الموضوع ده. ثلاث دول دول بس بياخدوا ذا. طب نرجع سريعا كده، يبقى انت قلت لي لن اللي هي وونت. طب ليه ما بدناش معاها الجمله؟ لان احنا بنبدا الجمله بالفاعل يا عم. طيب مصر لم تدعم الارهاب يوما ما، انت شايف كلمه لم اللي هي دونت ودزنت، فهنبدا الجمله بمين؟ بايجيبت. طيب هي لم يعني دونت ودزنت، انا نسيت فين اللي انا كنت كاتبه، مشيت. لا خلاص، المهم ان كلمه لم يعني ديدنت، يبقى هنقول ايجيبت ديدنت. يدعم اللي هي اسمها سبورت، الارهاب اللي هو مين؟ تيرو ريزن يوما ما وان داي. ما يهمنيش من ده كله غير كلمه ديدنت يا مستر اللي معناها كلمه لم. طيب نحن لا نحب العنف، نحن اللي هي وي. طب كلمه لا يعني دونت او دازنت، يبقى وي دونت يحب اللي هي لاف او لايك العنف اللي هو اسمه فايولنس. الحياه ليست سهله، والله ليست، انت كنت كاتب لي دلوقتي ان هي عباره عن الفيرب تو بي، فانا هقول لايف، والحياه مفرد فهنقول ايزنت، وسهله يعني ايزي. الحبه اللي على الصباره الاخيره دي كلهم، عايزك تركز على حاجه، ان كلمه لن ترجمتها وونت، واحنا ما لزقناهاش في اول الجمله زي ما هي هنا في اول الجمله، لانك بتترجم فاعل وفعل ومكملات. طيب لما يجي لك في امتحان يحط لك تحت كلمه وونت شرطه ويقول لك نوع الكلمه دي ايه، هتقول والله يا فندم دي هيلبنج فيرب. طب نوعها ايه بالظبط في هيلبنج فيربس؟ هتقول والله يا فندم هي مودال يعني فعل ناقص. طيب قطن هنا عباره عن ايه؟ عباره عن المفعول. يعني ايه مفعول بالانجليزي؟ يعني اوبجكت. طيب نرجع اللي بعدها، انت هنا قلت لي ليه didn't، didn't معناها لم صح؟ وهو قال لك هنا لم. طب كلمه don't و doesn't معناهم لا، وهو قال لك هنا لا. طب كلمه isn't و aren't و am not دول معناهم ليس، يبقى انت عملتها كده. خلصنا المحاضره الحمد لله رب العالمين، اتكلمنا في المحاضره دي فقط عن النفي. ان شاء الله رب العالمين المحاضره الجايه هنتكلم عن السؤال، لان السؤال برضو محتاج وقت. اتمنى انك انت ما تمشيش غير لما تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتكتب كومنت وتعرف زمايلك على القناه، عشان انا بديك من وقتي، فانت معلش اديني من وقتك حاجه صغيره كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ميعادنا ان شاء الله سبت 2/4، سبت 2/4 هننزل فيديوهات الساعه 10 بالليل، هتلاقي الفيديو موجود على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.